عادل حمودة في برنامج معكم. عمر سليمان، لماذا أرفض ترشيح نفسي للرئاسة؟ منصور حسن، أشترط موافقة الإخوان قبل الترشح. اللجنة الخماسية التي تختار مرشح الثورة من بين الصباحي وأبو الفتوح وبسطويسي وخالد علي. المخابرات الألمانية تعرض تنظيم جهاز أمن الدولة بعد الثورة. مبدعون في مستشفى الأمراض النفسية يعالجون أنفسهم بمسرحية جعلوني مريضاً. كاميرات معكم تمشي وراء خط غاز العريش وتدخل صومعة ثروة عكاشة وتتحدث مع أبنائه وأحفاده لأول مرة. وفي هذه الحلقة أيضاً الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي يتحدث عن خيانة المثقفين للثورة. معكم عادل حمودة. الأربعاء الساعة 11:30 مساء على قناة CBC.